مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهلة وبسيطة وطيبة وبتشهي لرمضان من بسكوت وزبدة اللوتس. حلو بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنعمل بسكوتات بهيدي الطريقة مثل ما شايفين. هاي دولي عملنا ستي من هول البسكوتات. هلا بدي احطهم باكواب. بس حطينا البسكوتات بحطهم على جنب. هلا بدنا نبشر بطريقة المهلبية. بنحط حليب حطينا 750 ملي حليب. بضيف سكر، ملعقة ونص طعام سكر حطيت. إذا أنتوا بتحبوا الحلو بتحطوا أكتر سكر. نشا، ملعقة، اثنين، ملعقتين طعام نشا. راح ضيف كمان ملعقة طعام زبدة اللوتس. ملعقة صغيرة زبدة. الزبدة بتعطي نكهة كتير طيبة. بحركن تحريك مستمر على الغاز. حرك تحريك مستمر ليشتد عنه الخليط. هذا الحلو حلو كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة لرمضان. ان شاء الله كل رمضان وانتو والجميع سالمين يا رب. بستمر بالتحريك عشان الخليط ما يلزق عنا بأرض الطنجرة. بس اشتد الخليط عنا بهيدا الشكل هلأ منحطه بالأكواب. بعد ما حطيت المهلبية بالأكواب هلأ بحطهم على جنب لا يبردوا. بس بردوا بحرارة الغرفة هلأ بحطهم بالبراد أقل شي نص ساعة. بعد ما جمدت الحلو منيح لي بالاكواب هلا بدنا نحط زبدة اللوتس ندوبها. حطيت حوالي 3 معالق طعام. دوبهم بالميكروويف او على بخار. بس دوبت الزبدة بهيدا الشكل هلا بنحطهم على وجه الحلو. بعد ما حطينا زبدة اللوتس على الوجه بهيدا الشكل هلا بحطهم بالبراد اقل شي نص ساعة لتجمد عنا زبدة اللوتس. هذا الحلو بعد ما حطيته بالبراد ساعة هلا بدنا نزين اخر شي. هذا الحلو اللي عملته انا وياكم هلا صارت جاهزه للتقديم. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.